تواصل وزارة الداخلية اهتمامها بمنظومة حقوق الإنسان في استراتيجيتها الأمنية، خاصة ما يتعلق منها بمنظومة السياسة العقبية. يأتي هذا من خلال التوسع في الإفراج بالعفو عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أو تقديم أفضل سبل الرعاية والتأهيل لهم. تواصل وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل المصرية والاستجابة للحالات الإنسانية. وخلال شهرين تم الإفراج عن عدد 3708 نزيل تحت شرط وعفو رئاسي، نقل عدد 805 نزيل إلى مراكز إصلاح وتأهيل قريبة من مقار إقامة ذويهم، تنفيذ عدد 113,122 زيارة، إتاحة مكتبات مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء، حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 19,212 كتاباً. مشاركة عدد 3188 نزيلاً في الهوايات المختلفة. وفي مجال الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، إفاد قوافل طبية لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل وتوقيع الكشف الطبي على 13,519 نزيلاً وصرف العلاج اللازم لهم. بلغ عدد الحالات التي تم عرضها على العيادات المختلفة بمراكز الإصلاح والتأهيل 26,934 حالة، وعرض 3,715 نزيلاً على مستشفيات خارجية، إجراء عدد 191 عملية جراحية بمستشفيات قطاع الحماية المجتمعية، عرض 110 نزيل على اللجان المختصة للنظر في مدى استحقاقهم للإفراج الصحي، استمرار تطعيم كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل باللقاح المضاد لفيروس كورونا. اطلاع عدد 44 من الكوادر الأمنية من الدول الإفريقية بزيارة مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، وتفقدوا منشآت المركز المختلفة وأشادوا بما شاهدوها. كما اطلع وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وبدر وجمصة، وتفقدوا منشآت المراكز والرعاية الطبية والأنشطة والخدمات المختلفة المقدمة للنزلاء، حيث أشادوا بتطوير المنظومة العقابية بالبلاد بما يعكس حرص الوزارة على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان. كما تواصل وزارة الداخلية تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال شهرين اطلع قطاع الوثائق بإنهاء إجراءات 441 طلب استخراج وتحديث للأوراق الثبوتية لعدد من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بأماكن بعيدة عن الزحام. قيام قطاع الأحوال المدنية بإفاد قوافل مجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات للمواطنين ب14 محافظة على مستوى الجمهورية، تم من خلالها إصدار 27,286 بطاقة رقم قومي و45,820 مصدرات مختلفة. إفاد وفد من الوزارة لعدد من دور رعاية الأيتام والمعاقين وعدد من المستشفيات بنطاق عدد من مديريات الأمن وتقديم المساعدات العينية للنزلاء المتواجدين بها، وتوقيع الكشف الطبي على 5,169 نزيلاً وصرف العلاج اللازم لهم.